ملفات ساخنة ومتشعبة على طاولة اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. أبرز هذه الملفات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والعلاقات المتشنجة مع روسيا، إضافة إلى قضايا بريكزيت والتغير المناخي ومواجهة فيروس كورونا. فهل يتفق الأوروبيون على خطة عمل مشتركة؟ معنا الآن من بروكسل مراسلتنا عزة غريبي. عزة، مساء الخير. اجتماع مهم، بعض التسريبات فيما يتعلق بالبيان الختامي غدا، هناك بند متعلق بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. دعينا بشكل عام في صورة هذه القضايا المطروحة اليوم على جدول أعمال القادة الأوروبيين. تماما مهند، وصلتنا تسريبات حول مسودة البيان الختامي تشير إلى البند المتعلق بالشرق الأوسط، وتقول بأن القادة الأوروبيين المجتمعين هنا سيؤكدون على مواصلة الاتصالات الدولية لاستئناف المفاوضات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويؤكدون تمسكهم بحل الدولتين. وهنا أشير إلى عمل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي الذي عين حديثا، وهو سفين كومبس الهولندي، الذي من المنتظر أن يقوم بعمل في هذا الإطار قريبا. وهناك حتى دعوات من قادة الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء جهود الرباعية، هذه اللجنة التي صمت الحديث عنها طويلا، وهو هي المؤلفة كما هو معروف من الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، إضافة إلى روسيا. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الشرق الأوسط. وهناك أيضا حديث عن مساعدات وإعادة إعمار غزة، أيضا سيجري في هذا الإطار. بالنسبة للملف الروسي وحالة التشنج مع روسيا، هناك حديث عن عقوبات سيلوح بها الاتحاد الأوروبي مجددا ضد روسيا، وقضية نافالني المعارض الروسي، ولكن مسألة طرد سفراء ودبلوماسيين ربما لن تكون مطروحة، لأنه كما قال لنا أحد المسؤولين هنا بأنه لم يعد هناك أساسا قدرة على طرد دبلوماسيين، لأنه تم طرد العديد منهم من قبل الطرفين. وبالنسبة لملف بيلاروسيا، وهو الملف المستجد على طاولة البحث، وتغيير مسار طائرة لاعتقال معارض أيضا هو مطروح على الطاولة، ومطروح عقوبات على بيلاروسيا، موضوع البريكزيت، خاصة أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا دخل حيز تنفيذ بداية الشهر، أيضا هو من ضمن المباحثات، وإضافة إلى ملفات أهمها كورونا على أبواب الموسم السياحي. طيب، والقواعد التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي لاستقبال السواح مجددا. عزة، دعيني أعود إلى مسألة الطائرة التي أجبرتها السلطات البيلاروسية على الهبوط، وهذه مسألة أثيرت اليوم بشكل كبير. سمعنا من المستشارة الألمانية تعليقات مهمة. الآن بيلاروسيا تعلن أن المعارض بروتاسيفيتش موقوف في مينسك، يعني اعتقلوه من الطائرة وهو رهن الاعتقال الآن. هناك إشارات من بعض الأطراف على أن لروسيا علاقة ما بهذا الموضوع. إلى أي مدى هناك اعتقاد لدى الأوروبيين بأن روسيا تلعب دور في هذا الموضوع؟ تماما مهند، هناك اعتقاد لدى العديد من القادة الأوروبيين بأن لروسيا ضلوع في هذا الموضوع، وخاصة أن عدد من رجال الاستخبارات كانوا على الطائرة، نزلوا مع المعارض البيلاروسي، وربما هم من وشوا به، وهناك طائرة حربية كما تعلم هي أجبرت هذه الطائرة المدنية على تغيير مسارها، وبالتالي هي سابقة لدرجة أن المسؤولين الذين أدلوا بك كلمات القادة الأوروبيين الذين دخلوا إلى مقر القمة، أحدهم بأنه قال وكأننا نشاهد أحد أفلام الأكشن، يعني هناك حتى عدم قدرة على التصديق بأن هذا يحدث ويحدث على الأراضي الأوروبية، وبأن سلامة المدنيين الأوروبيين، وأنت تعلم هنا مسألة حرية التعبير وحرية المعارضة، وهذا
هذا الصحفي الذي تم اعتقاله هي مسألة فعلا أثارت الأوروبيين بشكل كبير، خاصة أن شكل التوقيف أو الاختطاف كما تم وصفه جرى بشكل لافت جدا. هناك من تحدث عن أن الحجة التي تم